أسعد الأوقات أحبتي طلبة ومتعلمين لمادة الديجيتال لوجيك ديزاين. اليوم إن شاء الله حاب أكمل وياكم موضوع إجتني صراحة بعض الأسئلة عن كيفية التحويل من المين تيرم للماكس تيرم، البعض يتساءل عنهم، وبعدها إن شاء الله بعد أن أعطيكم شرح عن عملية التحويل راح أتحول للسيمبليفيكيشن. Simplification طبعا احنا تطرقنا لطريقة البوليان الجبرا بالمحاضرة السابقة. اليوم ان شاء الله نتطرق لطريقة مهمة كلش راح نعتمدها، هي طريقة يسموها كارنوف ماب او كارنو ماب. هذه الطريقة هي اكثر طريقة نعتمد عليها ونشتغل بها بالحقيقة. بعد هذه الطريقة راح اكو طريقة ثالثة طبعا يسموها التابولار ميثود او كوين ماكلاسكي، ايضا راح اشرح عليها حتى تكونون على اطلاع بها، لكن بالحقيقه الطريقه الاكثر شيوعا واكثر استخدام هي والاسهل بالحقيقه هي طريقه كارنوف ماب. اذا خلينا نبدي راسا بدون ان نتشعب. طريقه المنترم اعزائي ببساطه، المنترم والماكسترم، المنترم والماكسترم هو انه الفانكشن اللي عندي ممكن أقراها قراءتين، يعني قراءة مرة بدلالة الأصفار وقراءة مرة بدلالة الوانز الواحدات، واضح؟ يعني هسه لو كان عندي يعني كيف أطلع وحدة بدلالة الثاني؟ راح أعطيك أنا يعني مثلا سؤال أقول لك convert، مثلا convert the following boolean، خليني أسمي the following مثلا the following function أو convert the following minterm. مش قلنا شنو الاسم الثاني للمنترم؟ هو ال SOP sum of product. أوكي أو أقول لك convert the following term. أوكي ما أقول لك لا minterm ولا SOP، أقول لك convert the following، هذه رأسا منها أقول the following term اللي هو هذا راح يكون summation وام small، أو مرات يكون summation والام هنا. هسه راح أكتب لكم إياها بالطريقتين. خليني أكتب لكم اللي بالأخضر، أوكي ذول بالأخضر المرادفات حتى تعرفون the following اللي هو من ترم قد يكون أو sum of product. أوكي لكن أنا اللي السؤال اللي هو نفسه convert the following، هذا أعطيك إياه مثلا اللي هو شو عندي بي 2 3 4 5 مثلا 6، هذا الترم اللي عندي، واضح أحبائي؟ convert the following، شوفوا السؤال convert the following اللي هو هذا to max term، أو أقول لك شنو المرادف اللي للmax term؟ هو the product of sum أو اللي هو صيغته هذه اللي تكون بالباي، واضح؟ باي وكابيتال ام. بالمناسبه هذا المرادف له، خليني اخليه بالازرق، هذا ممكن يكون سميشن ام 2 ام 3 ام 5 ام 6. اوكي اذا هي عمليه كتابه، لاحظوا انه الام هذا دخلته للاسفل لكن خليت الرقم هو سبسكريبت، خلوها ببالكم. هذه أنا أعطيكم لأن الكتب المختلفة المصادر المختلفة تعطي ترميزات مختلفة على حسب المؤلف الأوثر. أوكي الأوثر يرتقي يحب يكون الترميز بهالشكل، أو أحيانا الكتب طبعت في فترات يعني كانت صعب أنه نجري بعض الزخارف أو بعض الحروف على بالمعادلات، واضح؟ فدفعهم الأمر لهذه المسألة. فأنتوا أني أذكر لكم كل المعاني هنا، كل الرموز، لازم هذه الرموز اللي أذكرها تخلون نوت، تأخذون ملاحظة تكتبوها
وتفهموها وتخلوها ببدايه ملاحظاتكم، حتى سواء بالمراجعه انتم يفترض تحفظوها، هسه كررناها اكثر من مره يفترض حفظت، لكن انتم ايضا خلوها بملاحظه حتى من تراجعون تخلوها ببالكم، حتى من يجيكم الامتحان ما تكونون انتم يعني ما تكونون متفاجئين بهذا المساله، واضح؟ لانها اوريدي منبهين عليها. انا حتى احول اي فانكشن من الماكس من ترم للماكس ترم او بالعكس، اول شيء اشوف كم متغير عندي بيها واكتب التروث تيبل. دائما اعزائي احنا بالديجيتال لوجيك ديزاين دائما اساسنا وهدفنا ومنطلقنا نبدي بالتروث تيبل، لازم هذا التروث تيبل منتهين من عنده، لازم نبدي منه. فهسه انا ايش عندي هذا؟ اباوع اكبر متغير من هو اللي هو السته، امثله للسته، السته شكلها هيك. فاشوف كم متغير احتاج، اذا احتاج سي واحتاج بي واحتاج اي، احتاج ثلاث متغيرات. اروح اكتب الجدول الخاص بي اي بي سي، اكتبهم ذولا 0 1 0 1 0 1 0 1. كم صف عندي؟ عندي 8 صفوف. ليش؟ لان 2 2 اس 3 هو يساوي لنا 8 صفوف، هذا عدد الصفوف، واضح؟ اللي بعده صفرين واحدين صفرين واحدين، واللي بعده 4 اصفار 4 وحدات، اوكي. وهذا الاوتبوت مثلا هنا بالمنتيرمز ايش قلنا احنا؟ ايش علمتكم؟ قلت لكم المنتيرم معناها الاوتبوت لهذه اللوكيشن، هذه هي لوكيشن للاوتبوت عندما يكون واحد. اما الماكس تيرم فمعناها هو العكس، واضح؟ فيعني أنا لما أقول هسه لما ننطاني هذا بالمنتام راح يكون إيش عندي الأوتبوت أعزائي؟ راح يكون باللوكيشن 2 3 4 5 6. أجل اللوكيشنات هذه أخلي لها واحد. هسه يمكن أنت يمكن أنتوا يفترض بهالمرحلة، إحنا المحاضرة تقريبا السادسة، يفترض أنتوا تجاوزتوا هالمرحلة حفظتوا مجرد ما تنظرون للباينري نمبر. يعني أنا من أنظر لهذا الرقم رأسا أعرف هذا الرقم مثل 13، يفترض لأن أخذناه قلنا ذني يتكرر علينا هو بعد شغلنا صار هذا. فإذا ما تعرفون أنتوا ابدوا رقم، هذا M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 مقابله شقد كل لوكيشن مطيني اياه، اجي اخلي واحد 2 3 5 6 اوكي. خليني اضيف الاربعه وياهم ايضا ام 4، خليني اضيفه وياهم، هو بالحقيقه مضاف، انا هنا ناسي هذا 2 3 4 5 6 عندي شنو الما مضاف؟ طبعا اللي هم بالمناسبه راح يكونون الماكستير، اوكي، هم الصفر والواحد والسبعة بالحقيقة، لكن هسه راح نجي نعرف شلون ذولا طلعوا. فأجي ذولا أخلي واحد بالاثنين بالثلاثة بالأربعة بالخمسة بالستة، شنو اللي بقى عندي؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ذولا اللي بقوا عندي بالأعزائي ذولا راح يكونون أصفارة، واضح؟ اللي هم ايش راح يكونون عندنا؟ راح يكونون عندي هنا بالصفر صفر، وبالواحد هذا صفر، وبالسبعة عندي صفر. إذن أعزائي أنا أقدر أطلع طبعا الماكس تيرم مباشرة. هنا أنا أقول عندي ثلاث بتات، هذه ستة معناها ثلاث بتات A B و C، وتوفر لي بالمنتيرم. بالمنتيرم مش كان عندي؟ كان عندي الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة. إذن لما أريد الماكس تيرم، الماكس تيرم هو شنو اللي ما توجد بالمنترم يتواجد بالماكس تيرم. يعني الماكس تيرم هو أيضا بدلالة الـ A والـ B والـ C، لكن هذا راح يكون رمزه هيج برودكت وهذا كابيتال M، وأجي أباوع. أنا دائما أبدي من الصفر، أشوف الصفر بالمنترم موجود؟ لا ما موجود، إذن أخليه. الواحد موجود؟ ما موجود، أخليه. الاثنين؟ الاثنين هذا موجود. الثلاثة هذا الثلاثة موجود، الأربعة موجود، الخمسة موجود، الستة موجود. أنا أعرف بما أنه عندي A B C آخر عدد إيش قد راح يكون؟ راح يكون عندي واحد 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 اللي هو سبعة. طيب إذا أنا وصلت للستة
إيش بعد عندي؟ بعد عندي السبعة، أكتب السبعة. إذن أعزائي المنترم مش عندي؟ المنترم هم 2 3 4 5 6، ذول اللي هم 5 عناصر. أوكي، والماكستيرم، الماكستيرم هم ذول 0 1 7 اللي هم 3 elements 3 10. هسا إذ المفروض إذا أرجع للجدول، طبعا أنا قلت لكم الجدول تو تيبل كل شيء يطلع من عنده، لكن من نبدأ نتقدم شوية شوية نبدأ نقدر نستنتج الأمور دون الرجوع للتروث تيبل. لكن أنتوا خلوا بالكم بهالمرحلة أنتوا مطالبين تكتبون التروث تيبل. أوكي، لما نرجع للتروث تيبل لاحظوا هذا إيش عندي، إيش قد اللوكيشن مالها؟ 0، وهذه 1، وهذه 7. أوكي لاحظوا، إذا شنو إيش تساوي لي؟ برودكت للماكس تيرم 0 1 7. واضح أعزائي؟ خلينا نشوف، لاحظوا هذا يشبه هذا لو ما يشبه يشبه. أسئلة تحويل من المنترمز للماكس تيرمز ومن الماكس تيرم للمنترمز تجيكم، تجيكم بهالشكل بهالشكل. وبعدين شو أقول لك؟ أقول لك رايت مثلا هذا السؤال and write the function in terms of both minterm and max term. يعني انت شنو تجي تكتب لي الفانكشن، وهذا قلت لكم، يعني قلت لكم كيف تطلعوا الفرق. احنا قلنا بالمنترم نشتغل على الواحد، وكل رو يكون اندنج، وبين رو ورو يكون اورنج. اما الماكس تيرم فالاوتبوت نشتغل عليه لما يكون 0، وكل صف يكون العلاقه بين عناصره اللي هم اي بي سي اورنج. اما العلاقه بين صف وصف، يعني هذا الصف مثل وهذا الصف، تكون علاقه اندنج. هذه انا كررتها اكثر من مره وكتبتها، ويفترض الان حفظتوها وفهمتوها. اوكي، فهسه من اريد اكتب للماكس تيرم، الماكس تيرم راح يكون عندي A or B or C، اخليه بقوس، هذا اول واحد، وهذا A or B or C bar. وقلت لكم تخلون ببالكم بالماكس تيرم، الماكس تيرم ياخذ المتغيرات، المتغير اذا كان 0 ياخذه بدون بار، يعني الاي عند الاي هذا معناه 0، اما الاي بار معناها 1. هذه بالماكس تيرم. اوكي، ماكس تيرم. اما المين تيرم فالاي عنده هي 1، والاي بار هي 0. هذه الملاحظه كلش مهمه، لذلك انتم تشوفون انا هنا بهذا ايش اخذت، هنا هذا 0 0 0، فايش قلت؟ اي اور بي اور اور سي، طبعا العلاقه بيناتهم لانهم مصف اورنج. اللي بعده لان اندنج خليت اقواس، فايش صارت عندي؟ هذا 0 فهو اي، 0 فهو بي، هنا 1 فهو سي بار، والاخير ايش عندي هنا؟ اي بار اور بي بار اور سي بار. ليش؟ لان هنا العلاقه بيناتهم، لان هنا كلهم وحدات. اذا هسه ايش عندي اني اعزائي؟ خليني نجي نحلهم. ارجع اقول السميشن للام هذا 2 3 4 5 6، هذا شو يساوي لي؟ هسه هذا اطلعه هذا. اما الماكسيم اللي هو للصفر والواحد والسبعه فهو يساوي لي اي با اي اور بي اور سي. اوكي، في الاي اور بي اور سي بار. اوكي، في بالحقيقه اندنج اي بار اور بي بار اور سي بار. طيب هنا كملنا من ذولا كملنا من ذولا. هسه خلينا نجي للمين تيرمز، كيف اطلع المين تيرمز؟ خليني اخذ القلم هذا، خليني اخذ هذا المين تيرمز. هذا ايش عندي هنا بالمين تيرم؟ ايش قلنا اعزائي؟ مين تيرم تخلون ببالكم الاي هو 1، والاي بار هو 0، وهنا العلاقه بكل صف، العلاقه هي عباره عن اندنج، وبين صف وصف اورنج. فايش راح يصير عندي؟ اي بار بي سي بار، اللي بعده اي بار بي بي سي، اللي بعده اي بي بار سي بار، اللي بعده اي
بي سي بار. واضح؟ كم ترم عندي؟ 2 4 5. عندي بعد ترم هذا 2 3 4. ها نسيت ترم اللي هو هذا A B بار C، واللي بعده A B C. إذن من أجي أكتبهم، أجي خليني أكتبهم هنا، راح أكتبهم A بار B A بار B C بار or A بار B C or A B B بار C بار or A B بار C or A B C. واضح؟ هذه دلالة المين تيرمز والماكس تيرم. طبعا كيف تحول العملية الآن أنتم أعزائي؟ إذا هذا كل ما في الأمر، هذه الفانكشن لو تأخذون أي فانكشن مثل هذه الفانكشن، لاحظوا الدلالة الماكس تيرم، إذا تضربون العناصر، يعني تضرب هذا الجدول بهذا الجدول وتجري اختصارات، بعدها تضرب هذا الجدول بهذا الجدول وتجري اختصارات، راح تطلع لكم بالنهاية هذه الفانكشن. أوكي أعزائي؟ تطلع لكم الفانكشن اللي هي بالأعلى. طبعا هي كل ما في الأمر الماكس تيرم والمين تيرمز مجرد هي يعني نفس الدالة، بس يعني مثلا الماكس تيرم تشتغل لما تقول لك صفر، يعني تشتغل تتحسس تكون صفر. أنا دا أتحس دا أجد دا أوجد فانكشن للأوتبوت لما يكون صفر، والمين تيرم دا أوجد أوتبوت لما يكون عندي أوان. أوكي هذه الفكرة كلها. أنا أعتقد موضوع المكس المين تيرمز والماكس تيرم صار كلش واضح، شرحنا كثير، ويا الأسئلة اللي وصلتني هي كان فقط هذا الاستفسار عنها، وأيضا راح يرفع صراحة لها بعض الواجبات بهذه المحاضرة حتى أن يعني يكون الفهم أكثر والاستيعاب. الآن بعد أن اتطرقنا لها خلينا ننتقل للسيمبليفيكيشن بوليان، خلينا ننتقل لوجيك فانكشن، هذا يو فانكشن سمبليفيكيشن، او مرات يسموه مينيمايزيشن. واضح اعزائي؟ عندنا ثلاث طرق، اخذنا بالمحاضرات السابقه البوليان الجبرة، اوكي، وعندنا اليوم ان شاء الله راح ناخذ كارنو ماب، او مرات يسموها كارنوف كارنو ماب، خريطه كارنو، عالم اسمه كارنو. والطريقه الثالثه اللي هي كوين مكلاسكي، كوين مكلاسكي ميثود ميثود، او يسموها التابولار ميثود. اوكي اوكي بالنسبه لطريقه راح اخذ مثال صراحه احله بالثلاث طرق. راح ابدي بوليان الجبرة وراح اتحول للكوين مكلاسكي، وبعدها انتقل الكارنوف ماب. واضح اعزائي؟ ليش هالتحول؟ صراحه هالتحول اني اريد من هذا التحول اشوفكم صراحه كوين مكلاسكي هي طريقه، خلوا ببالكم مو الكل يدرسوها، لكن هي ضروري اني اشوف تدرس، ضروري تطلعون عليها. ليش؟ لان كوين مكلاسكي بالحقيقه هي طريقه تعتمد يسموه الجوريثم، يعني طريقه تحلها بالحاسبة، تشتغلها بالحاسبة. واضح؟ ما تشتغلها بالإيد. أكو ألغوريثم إلها خاص وموجود على الإنترنت، يعني تقدر سوفتوير أي أمبوتس تخلي الفانكشن خاصة بيك وتشتغلها. واضح؟ حبيت طبعا هنا أضيف شغلة كلش مهمة أعزائي الطلاب، إذا ردتوا أي محتوى يخص هذه المادة، مادة التقنيات، أول شيء هذه أنا عندي مثل ما قلت لكم هذا الكمبيوتر سيستم اركيتكتشر، هذا كتاب كامل
أني شارح بي بالفصل الأول. الآن راح تلقون بالفصل الأول كل ما يخص صراحة كل ما يحتاج الطالب بالمرحلة الأولى بمادة الديجيتال لوجيك ديزاين، فتقدرون تطلعون عليه، هذا راح يكون كافي وشافي للمادة، يغطي كل المادة بتفاصيلها، فحبيت أذكر بهالشيء. وطبعا احنا اني هذه قناتي هي اللي تخص هذه المادة اللي تخص الكلاس، لكن هذا الكتاب هذا عبارة عن كتاب يعني اللي يريد يطور قدراته، اللي يريد يقرأ يطلع كل المادة، هذا كتاب حاوي على كل يعني على يحتوي على 13 فصل يتطرق لك المواضيع من بداية الديجيتال الى يعني بالبداية الديزاين، بعدين الأورجنايزيشن الخاص بالكمبيوتر، بعدين الأركيتكتشر، يعني يحتوي على الكثير من المعلومات والأمور المفيدة اللي الطالب اللي هو مجد أو اللي عنده نية يدرس دراسات عليا ضروري يطلع على هذا الكتاب، وهو كتاب كله شرح، يعني ما راح يكون قراءة مملة، راح تكون أنت مجرد تستمع وتشاهد وأنت تستزاد، تثبت ملاحظاتك للاستزادة. الآن إن شاء الله إحنا نبدأ بالبوليان الجبرة. طيب أعزائي، صراحة أنا وقفت الفيديو حتى أضيف لكم سؤال ثاني، شعرت أنه الموضوع المنتم والماكس تيرم محتاج أنه أنطي لكل حالة سؤال، وأنطي لكل حالة سؤال مختلف من حيث عدد الانبوت. فقبل لا أدخل باللوجيك سيمبليفيكيشن أو مينيمايزيشن، هذا عندنا سؤال آخر يقول convert the following max term to min term. أحبائي، أنا قلت لكم إحنا دائما عندنا المشكلة بعدد، دائما أي سؤال يخص الديجيتال لوجيك لازم أعرف أنا الفانكشن المطينية هنش قد الأنبوت، يهمني عدد الأنبوت. من أقول عدد أنبوتس يعني عدد بيتس، لأن كل بيت هو يمثل لي أنبوت معين، يمثل لي بالحقيقة متغير معين، أوكي؟ فيعني كل متغير إلى عدد صراحة معين من البتات اللي يمثلها. فأنا دائما قلت لكم أحيانا عندنا التروث تيبل واضح، وأحيانا إحنا عندنا يعني نقدر بشكل مباشر، لكن التروث تيبل هو الطريقة السيستماتيك. فأنا طبعا هسه دولة راح أعطيكم اللي يمثلهم قبل لا يعني بدون تروث تيبل، وراح نجي للتروث تيبل نطلعهم. هنا بما أنه ماكس تيرم قلنا نشتغل على الأصفار، اوكي، يعني التسعة، لاحظوا لوكيشن التسعة راح يكون هذا لوكيشن التسعة بهالشكل، خليني اكتبه، راح يكون هو عبارة التسعة راح يكون اي بار اور بي اور سي اور دي بار. السبعة طبعا هذا معناه كم بتحتاج، كم متغير احتاج. التسعة لاحظوا التسعة هي شكلها بالمن تيرمز بهالشكل، واضح، وبالماكس تيرم تصير وكأنما اللوكيشن التسعة هو هذا، طبعا شكله هذا التسعة، واضح. عملية وصفة بالمن تيرم يكون اي بي بار سي بار دي، اما بالماكس تيرم فهو يكون عباره عن اي اور بي، اي بار اور بي اور سي، اوكي، اور دي بار، واضح ان شاء الله، واضح. طبعا خلوا ببالكم احنا اذا اريد احول من المين تيرم للماكس تيرم، يعني هسه هذا هو بدلاله المين تيرم، اذا اريد احوله هذا للماكس تيرم اخلي فوقه فقط عن طريق نظريه دي مورغان اي بي بار سي بار دي، اخلي عليه كومبلمنت، لاحظوا ايش راح يصير عندي، راح اكسره للكومبلمنت، راح يكون عندي اي بار اور بي دبل كومبلمنت اور سي دبل كومبلمنت او دبل بار اور دي. اجي ابسطها اكثر، راح يكون عندي اي بار اور الدبل كومبلمنت، هذا قلنا نفي النفي اثبات، يعني يرجع بي اور سي اور دي بار، اللي هي بالنهاية هاي نفسها، واضح. فخلوا بالكم يعني احنا من نتكلم نقول من تيرم ماكس تيرم هي كلها نفس الشيء، لكن احنا بالحقيقة نحتاج نتعود نشتغل على المين تيرم. فأنا هسه هذا الماكس تيرم راح اطلع لكم اياه، عرفت اعلى بالتشقد، عرفت من اللي يمثلهم، هسه اجي اشتغل هذه اي بار، عفوا اي اور
راح يكون عندي هالشكل اي اور بي بار اور سي بار اور دي بار، وهذه الخمسة هي عبارة عن اي اور بي بار اور سي اور دي بار. اوكي، وكأنما لاحظوا هنا هذا صفر، هذا واحد، هذا صفر وهذا واحد، وهنا أعزائي وكأنما صفر واحد واحد واحد، هذا أعزائي وكأنما واحد صفر صفر واحد. واضح أعزائي؟ هذه الثلاثة راح تكون عندي أي أور بي، عفوا أي بار أور بي بار أور سي، عفوا أي أور بي أور سي بار أور دي بار. واضح؟ والاثنين هي عبارة عن أي بار أور عفوا أي أور بي أور سي بار أور دي. واضح؟ راح نشوف هذا الكلام من خلال التروث تيبل. واضح؟ بالتروث تيبل راح يكون عندي، لاحظوا طبعا، وأقدر بالمناسبة هسه هذول من عرفتهم أنا عرفتهم كم بت، عدد الفاريبلز 2 تو باور 4 عدد البتات 16. اذا انا منين ابدي؟ تبدي الفانكشنز عندي من الزيرو، البتات من الزيرو، لوكيشنات من الزيرو 1 الى 14 15. اوكي، لان 16 حاله عد الصفر، بس ابدي عد من الصفر، لا تبدي تعد من الواحد فتنتهي بال 15. طيب متوفر عندي بالماكس تيرم الواحد والاثنين والثلاثة والخمسة والسبعة، قلنا المين تيرم راح يكون عكس المتوفر هنا بالماكس تيرم، يكون مندرجة بالمين تيرم، فراح يكون عندي المين تيرم بهالشكل. هذه قبل لا اشتغل تروث تيبل دا اطلع عنه. راح الصفر، احنا نبدأ من الصفر الفانكشن الكلية، صفر ما موجود بالماكس تيرم، الواحد موجود ما نكتبه، الاثنين موجود ما نكتبه، الثلاثة موجودة ما نكتبها، الأربعة ما موجودة نكتبها، الخمسة أعزائي باعوا هذه دا أقارن ويا هاي الموجود ما أكتبه، الخمسة موجودة ما أكتبها، الستة ما موجودة أكتبها، السبعة موجودة ما أكتبها، الثمانية ما موجودة، التسعة موجودة، العشرة ما موجودة، الدعش ما موجودة، 12 13 14 15، دول كلهم وحدات. هسه دول طبعا راح اشوفهم بالجدول، يعني انا طبعا استنتجتهم قبل لا ابني الجدول، بس لاحظوا شلون استنتجهم من الجدول. هذا A B C D L S B M S B، وهذا عندنا بدلالة وهذا الاوتبوت خليني اسميه Y. هذا 0 1 0 1 0 1 0 1 2 4 6 8 0 1 خلينا نرفع 0 1 0 1 0 1 صفرين واحدين صفرين واحدين صفرين واحدين صفرين واحدين، أربع أصفار أربع وحدات، أربع أصفار أربع وحدات. واضح؟ طبعا خلوا ببالكم احتمال أنا بالكتابة من كتبت ما راح يجي صفر مقابل صفر أو كذا، لأن لا تشوفون هذه أربع، هذه ثمان أصفار وهذه بعدها ثمان وحدات. واضح؟ هذه الفانكشن الخاصة، لاحظوا هذا اللي قصدته، لاحظوا هذا آخر واحد هو يقابل هذا يقابل هذا يقابل. واضح؟ الماكس تير مش قال لي باللوكيشن واحد عندي، باللوكيشن واحد عندي صفر، الماكس تير قلنا نشتغل على الصفر، وباللوكيشن اثنين عندي صفر، وباللوكيشن ثلاثة عندي، وباللوكيشن خمسة عندي، وباللوكيشن سبعة عندي صفر، وباللوكيشن تسعة عندي صفر. إذا الباقي شنو؟ الباقي راح يكون هنا واحد، هنا واحد، هنا هنا وهنا، ذولا كلهم واحدة. أجي أطلعهم من التروث تيبل، هذا إيش راح يكون عندي؟ يا لوكيشن، هذا لوكيشن الزيرو أم زيرو، وهذا يا لوكيشن هنا إذا أجي، هذا إذا أجي ألقى لوكيشن إحنا أربعة، تمام؟ لوكيشن أربعة أم أربعة، أوكي؟ وهذا اللي بعده مثلاً راح أجي ألقى لوكيشن مثلاً أم ستة، وهكذا أستمر. طبعاً الأم صفر كيف أطلعها؟ هي راح تكون عندي تساوينا
الام صفر تساوي لنا اذا اريد اطلعها بدلاله المتغيرات كمن تيرم، طبعا الام زيرو معناها اي بار اند بي بار اند سي بار اند دي بار، لكن الام سته اللي هي هذا شكلها الام سته راح تكون هذه شكلها عفوا راح تكون اي بار بي اند بي اند سي اند دي بار، وهكذا اكمل. هذا اعتقد واضحه بالنهايه. لاحظوا هذا الصفر، لاحظوا هذا الصفر اوكي، لان على الواحد. وهذا مثلا هنا خليني اشوفكم الداش، هذا هو 9 10 اوكي، وانا 11 هذا 12 14 اوكي. هنا هذه مضغوطات طبعا، هنا اذا تلاحظون مضغوطات، انا افضل انه تشتغلونها على ورق بياني، لان 11 هنا ما ظاهره عندي، 11 هذا شكلها اوكي، هنا ما ظاهره عندي بالحقيقه، او بالحقيقه اذا تشوفوها هنا صايره اوكي، لان قلت لكم هذه مضغوطه بالحقيقه انضغطت اوكي اعزائي. فهذه الماكس تيرم والمين تيرم، هذا سؤال عليها على التحويل، على التحويل يجي سؤال اكيد. طبعا انا بالمناسبه ان شاء الله هذه كلها راح ارفعها واجبات، واحاول ان شاء الله من يصير عندي وقت يكون عندي وقت مخصص لحل كل فصل. واضح احبائي احبتي؟ الان عندي هذا السؤال convert POS اللي هو 0125 to SOP. هذا سؤال ممكن ان يجيكم من سؤال، هدف هذا السؤال احبتي يكون هو انه التحويل من الـ POS للـ SOP. شنو الـ POS؟ احسنتم، الـ POS هو الـ Product of Sum. شنو الـ SOP؟ SOP هو Sum of Product، واضح. شنو الـ POS الرمز الخاص بي؟ الرمز الخاص بي هذا باي كابيتال ام. شنو الرمز الخاص بالـ SOP؟ سميشن سمول ام، واضح؟ احسنتم. شنو الـ POS؟ شنو الاسم الثاني؟ ماكس تيرم. شنو الاسم الثاني للـ SOP؟ السوب من تيرم. احسنتم. طيب كيف احل هذا السؤال؟ احنا تكلمنا قلنا دائما دائما يهمنا اذا ما كان منطينا عدد المتغيرات لازم بالمنطق، هذه اكلوها قاعدة بالديجيتال لوجيك تكنيك، اول شيء تشوفه هو عدد الانبوتس، عدد الفاريابلز، كم فاريابلز عندك اوكي، كم فاريابل. هنا قلنا احنا اكو طريقة عندنا انه نشوف ذولة، نجي نباوع نشوف هذه ايش قد عندنا هنا أعلى بت، هنا راح يكون عندنا خمسة، الخمسة كيف بالباينري شكلها هذا الشكل، إذن هي A B C، إذن ثلاث متغيرات. وقلنا إذا نريد نمثلها نقدر نحولها مباشرة، نقول هذه البوست متوفر عندنا 0 1 2 5، طيب إحنا كم متغير عندنا؟ ثلاثة، إذن أعلى قيمة عندنا هي السبعة وأقل قيمة هي الصفر صفر. نبدي نكتب كل القيم اللي هم 0 1 2 3 4 5 6 7، ذول ثمان قيم اذا تحسبوهم من الصفر للسبعة، راح اللي موجود بال POS بالكماكس تيرم راح احذفه، اللي يبقون هم المين تيرم. يعني ايش راح يكون عندنا؟ يعني الصفر موجود احذفه، الواحد موجود احذفه، الاثنين موجود احذفه، الخمسة موجودة أحذف. ايش راح أقول؟ راح أقول المين تيرمز راح هي تساوي لنا يعني F، أسميها 2 مثل F أو F sub M يساوي لنا summation للM، وراح أكتب 3 4 6 7، واضح أعزائي؟ إن شاء الله واضح. هذه الطريقة المباشرة قلت لكم، يعني الطريقة اللي يكون الشخص من يمارس عليها، يعني من يوصل مرحلة انه يكون قوي بالباينري، بالتحويل من الباينري لل يعني باستذكار التحويل من الباينري للديسيمال، يكون سريع، يكون يعرف هو كيف يعني يستنتج هالفانكشن، يعرف شنو يعني معناها الماكس تيرم هي بالزيروز، المين تيرمز بالوانز،
اوكي. طبعا كذلك احيانا اطلب من عندك اقول لك مثل مثل لي الفانكشن في يعني شنو بريزنت مثلا بريزنت ذا فانكشن ان تيرمز اوف variables، يعني مثل ياهم كمتغيرات سواء للماكس تيرم وللمين تيرم. يعني شنو معناها؟ معناها الصفر هذا منين جايني؟ احسنتم، الصفر هو هذا شكله، واضح؟ كيف امثله بالماكس تيرم؟ امثله a or b or c. اوكي، ليش؟ لان قلنا هنا بالماكس تيرم عندنا الصفر هو يكون المتغير بدون خط اعلاه، بدون داش، بدون بار، والواحد يكون مع البار عكس المنتم. كذلك المنتم هذا لما اريد امثل السته، السته هذا شكلها، تمام؟ فراح يكون عندي A B C بار. ولاحظوا هنا عندنا بالمنتم العلاقه اند جيت، هنا عندنا بالماكس تيرم العلاقه اور. واضح اعزائي؟ واضح. هاني الان حليتها بشكل سريع بدون هذا الحل كان سريع بدون تروث تيبل. انا افضل دائما انه انت تبدي بداياتك بالتروث تيبل، ما ان توصل المرحلة تكون متمكن من التروث تيبل، هضمت التروث تيبل، عرفت شلون تبني التروث تيبل بامكانك، وبنفس الوقت تكون ايضا هضمت التحويل، عملية التحويل من الباينري للديسيمال، بالعكس عملية تكون هضمتها. بهالمرحلة تقدر تستنتج مثل هذا الاستنتاج. اكيد هذا الاستنتاج يعني هذه الطريقه تحل مباشر دون المرور بالتروث تيبل يوفر لك وقت. اوكي، طيب هسه بالتروث تيبل اي بي سي 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 اربع اصفار اربع واحدات. احسنتم انزين. هو ايش عندي انا بالماكس تيرم؟ قال لي بالصفر عندي قيمه وبالواحد عندي قيمه. من يقول لي بالصفر وبالواحد معناها شنو؟ معناها بهذه المواقع هذه عندي اصفار، واحنا قلنا هذا ماكس تيرم 0، هذا ماكس تيرم 1، هذا ماكس تيرم 2، ونستمر ماكس تيرم 3 4 الى ماكس تيرم 7 اخر شيء. هذا طبعا 6، هذا كذلك هو بهذا بنفس الوقت هو من تيرم 0، من تيرم 1، من تيرم 2، من تيرم 3، عفوا من تيرم 4، من تيرم 5، من تيرم 6، من تيرم 7. واضح؟ فهنا أنا عندي بالصفر، بالواحد، بالاثنين، وبالخمسة. واضح؟ خلاف ذلك شنو أعزائي؟ خلاف ذلك هو المنتم، ذولا هم ذول الأصفار يمثلون ماكس تيرم. أوكي، ماكس، أو بعبارة ثانية، بعبارة ثانية، بعبارة ثانية اسمه بي أو إس، واضح؟ برودكت أوف سام، واللي هو بعبارة أخرى الرمز الخاص بهذا. واضح؟ المنتيرم أعزائي راح يكون خلاف هذا الشيء، اللي هم ذولا وين الأماكن اللي بقت نخلي لها واحدات. أوكي، إذا هذه عندي 2، الثلاثة والأربعة والستة والسبعة. أوكي، ومثل ما قلت لكم الآن من أريد أخرج المنتيرم راح أباوع هنا أنا شنو اللي مقابله واحد، أباوع من هذه الجهة. أوكي، الآن هذا يا الواحد هذا جد اللوكيشن ماله راح يكون عندي بهالطريقة اف ام يساوينا مثلا هاي اف من ترم، يعني انت بكيفك تقدر، راح يكون عندنا ام ثلاثة، ام ثلاثة، ام اربعة، ام ستة، وام سبعة. اوكي، ونقدر هذا قلت لكم الى ترميز ثاني انه نقول له اف ام يساوي لنا سميشن للام للثلاثه والاربعه والسته والسبعه. واضح؟ كملنا. طبعا هذه كملنا من 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 ايجاده. قلت لكم انا ايضا اطلب من عندكم ريبريزنت
المين تيرم والماكس تيرم in terms of variables، يعني خلي لي متغيرات، خلي لي a b او x او y، يعني شنو انت شو تسميهم هنا، انا خلي لي يعني. فهذا ايش راح يكون عندنا اول واحد a or b or c، هذا بالماكس تيرم دا اتكلم. راح احل الماكس تيرم باللون هذا واحل المين تيرم باللون الاسود، واضح؟ هذا اللي بعده راح يكون عندنا a or b or c bar، اوكي؟ واللي بعده راح يكون عندنا a or b bar or سي. أعزائي الطلاب أريدكم هذه أنتم مو فقط تعتمدون عليها، ترجعون وتحلوها. يعني هذه القراءة إذا ما تكون صراحة بشكل إذا ما تكون بشكل مراجعة معها ما تفيد صراحة، أوكي؟ هذا طبعا الماكس تيرم الخمسة يكون A بار أور B أور C بار، واضح؟ أهم شيء أنه اللي تقرأ أنت اللي تقرأ تفتهمه، ارجع حل المثال اللي انا شرحته لحالك، ورقه وقلم وحله لحالك، لا تضاوع اكثر من فيديو وتقول هذا الفيديو انا افتهمته وفضمته. دائما اذا ما تحل بيدك والقلم بالورقه والقلم ما راح تعرف وما راح تفتهم، لكن انت من تحل بالورقه والقلم راح تكتبها وراح انت تشوفها بعينك، راح يكون استيعابك إلها أكثر صراحة. هذه هي طريقة، حتى طريقة التعليم والتعلم ينصح بها أن تكون بهالشكل، اللي نتعلمه نحاول نكتبه حتى يبقى بالدماغ. الآن راح أحليكم المنتر، واضح؟ المنتر مش عندنا هذولا، ذولا قلنا لحظة، ذولا جبت لكم عدتها أكثر من مرة، لاحظوا العلاقة بينهم عبارة عن أور، أوكي؟ أور، اوكي، لكن العلاقه بين عمود صف وصف هي عباره عن ان، اوكي؟ لان الاقواس احنا من نطي اقواس هيك معناها هذه ضرب، تعرفوها اكيد. الان احنا راح نجي نشتغل بقى عندنا المنتيرم، واضح؟ طبعا دول مساحتهم بالضروره لان ما عندي مكان. هنا انا بالمنتيرم راح تكون a b c، a بار b c، اللي بعده a b بار C bar، وهذا راح يكون عندنا A B C bar، وهذا راح يكون A B C. يعني أعزائي شو راح تكون عندي؟ لاحظوا، راح تكون عندي الماكس تيرم، خليني هنا أكتبها، راح تكون الحل اللي يكون عندك النهائي الماكس تيرم راح يكون 0 1 2 5، واضح؟ وتسد للقوس. وبنفس الوقت عندك تمثيل إلى هذا، طبعا اسمها F capital M، مثلا F sub capital M، و F sub capital M أيضا راح تكتبها بلغة الأحرف لأن أطلبها من عندك كأحرف A or B or C، في A or B or C bar، في ال A or B bar or C، واضح أعزائي؟ هذا الماكس تيرم. المين تيرم راح تقول summation للأم، راح يكون عندك 3 4 6 7، وراح تقول هذا طبعا F small m، هذا و F small m بالرموز راح تكون عندك هي عبارة عن A bar B C or A B bar C bar or A B C bar or A B C. واضح أحبائي؟ إن شاء الله واضح. هذا موضوع تكلمنا الآن بموضوع الكونفرجن من المنتم للماكستر، واضح أعزائي؟ أعزائي أحيانا قد يجينا don't care، أوكي؟ قد يجينا شيء اسمه دي مثلا بلوكيشن معين، مثلا خلينا نفرض بلوكيشن، خلينا نفرض بلوكيشن مثلا 6، لنفرض هنا لنفرض هنا كتب لي دي بلوكيشن 7 مثلا، أوكي؟ بالنسبة للدونت كير راح يبقى الدونت كير بالمين تيرم والماكس تيرم. يعني لو هنا فرضنا هذا نفسه بالدونت كير، الآن أنا خليني أفرض هذا السؤال كمل، أوكي؟ هذا راح أفرض الفرضية لما يكون عندي الدونت كير، عندي دونت كير 7. هنا من يكون عندي دونت كير 7، هذا ما راح، السبعة ما راح تدخل بالمين تيرم. يعني أنا من قلت شلون أطلع المين تيرم، قلت المين تيرم يساوي لي
اكتبهم كلهم بما اني عندي قلنا ثلاث بتات، فاكتب من الصفر للسبعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. انا شو عندي؟ قلنا من اريد اكتب من ترم بالماكس امسحه، يعني هنا أنا عندي صفر، هنا أنا يبقى امسحه راح، هنا أنا عندي واحد بالماكس راح امسحه بالمنتر، هنا عندي اثنين راح امسحها الاثنين، هنا عندي خمسه راح امسحها الخمسه، وايضا راح اجي للدونت كير لقيت السبعه امسحها السبعه، فراح يصير عندي المنتر يساوي ثلاثه اربعه سته. اوكي، واخلي فارزه كوما دي المن دي سميشن، هذا راح يكون سميشن ايضا للام دي سبعه. اوكي، سميشن هنا دي سبعه. اوكي، اللوكيشن سبعه، ما اختلف كل شيء، فقط هذه بقت هذه صارت دونت كير، لكن هنا أنا اكيد تمثيلها بالدونت كير بالماكس تير، يعني ما صارت بالحقيقه واحد ولا صفر، راح يكون تمثيلها هيك اعزائي، واضح؟ راح نخلي لها دي، ومرات ببعض الكتب لاحظوا دي هذه دي، ومرات ببعض الكتب يخلوها اكس، واضح؟ هذه تذكروها لازم، هنا المفروض نذكرها اللي هي اي or b or c، بالحقيقه اي بار or b بار or c بار، هذه اذا ماكس تيرم، ومن نجي بالمنتن ايضا نذكرها a b c، واضح؟ يعني احنا نذكرهم ذولا راح يكونون عندنا، احنا هذا كان مساء كان موجود عندنا كمنتن، الان كان الان اصبح دونت كير، اذا دونت كير من اقول لك حول من الماكس للمني، او اقول لك بالعكس من المني للماكس، الدونت كير تبقى دونت كير على حالها، واضح اعزائي؟ ما تغيروها، تبقى على طبيعتها، واضح؟ ان شاء الله واضح. طيب احبتي، الان عندنا اللوجيك سمبليفيكيشن. السمبليفيكيشن اعزائي اخذنا طريقه سابقه بالحقيقه، وقلنا عندنا باللوجيك سمبليفيكيشن عندنا ثلاث طرق بالحقيقة. احنا ناقشنا موضوع البوليان الجبرة، بوليان الجبرة، اوكي، وعندنا طريقة اللي هي كي ماب او تعرف كارنوف ماب، او البعض يسموها كارنو ماب. اوكي، والطريقه الثالثه كوين ماك لس كي، واضح؟ واضح. طبعا اعزائي حتى يكون هذا الشرح واضح، راح ناخذ طبعا هذا الطرق ثلاثتهم المفروض يعطون نفس النتيجة على أي فانكشن، واضح؟ لكن خلوها ببالكم أكثر وحدة نستخدمها هي الكورنوف ماب بالدرجة الأولى، وبعدها الكوين ماكلاسكي. طبعا بالنسبة للمتغيرات اللي تكون كبيرة أكثر من ست متغيرات نستخدم هذه، لما تكون أكبر أو تساوي ست متغيرات بالحقيقة، أو نقدر نقول سبع متغيرات كارنوف ما بنقدر نستخدم الستة، واضح أعزائي؟ واضح. بالنسبة لبوليان الجبرة نستخدمها، لكن صراحة بوليان الجبرة قليل، يعني مو كلش، بالفانكشنز اللي تكون قليلة واضحة نستخدمها، فهو نقدر نقول بالطريقة الثالثة، لكن أنتم ثلاثتهم لازم تعرفونهم. أكيد التركيز يكون على كارنوف ماب باعتباره هي الأهم والأساس، طبعا احنا أكيد راح نشرحهم وراح نعطي أمثلة عليهم، ولكن هم مستقبلا ذولا عملية السيمبليفيكيشن أو المينيمايزيشن راح تكون هي خطوة بالحل، خلوها ببالكم. هسا أنا عندي فانكشن، أوكي، هذه الفانكشن هي سميشن للأم صفر واحد
اثنين ثلاثة. اوكي، وعندي شيء جديد قبل احنا ما سامعين به، الدونت كير. دونت كير أربعة وخمسة. الدونت كير أعزائي باختصار معناها انه اني ذولا اذا يفيدوني استخدمهم، اذا يفيدوني بالاختصار استخدمهم، اذا ما يفيدوني ما استخدمهم. واضح؟ طيب هسه انا بوليان الجبرة اذا اريد ابسط باستخدام البوليان الجبرة هذولا افتحهم. طبعا انا اقدر طبعا بالطريقة العادية السيستماتيك انه تخلي تروث تيبل، ومن التروث تيبل تستنتجهم تخرجهم. بالحقيقة اللوكيشن زيرو راح يكون عندك واحد، بالواحد عندك واحد، بالاثنين واحد. ذولا من ترم تعرفون بكل لوكيشن يمثلون اوتبوت واحد باللوكيشنات المعنية، لكن انا راح اطلعهم مباشرة. هذا عندي طبعا اول شيء كم بت، اني راح اشوف اعلى عندي عدد من الطينية اللي هو خمسة. الخمسة هي شكله، اذا ذولا A B C، اذا 3 inputs. ف 2 to power 3 راح يكون عندي 8 possible combination، 8 combinations. اوكي، طبعا اذا اريد خلوا ببالكم اكتب الماكس تيرم، اذا مثلا اذا طلب من عندي الماكس تيرم انا متوفر عندي الصفر والواحد والاثنين والثلاثة، والدونت كير طبعا ما اغيره يبقى على حاله. اخلي الفرق بالنسبة للمين تيرم اللي هو راح يكون راح يكون عندي ستة وسبعة، لأن الأربعة والخمسة هم don't care يبقون نفسهم. هذه مجرد حبيت أوضحها. لكن إحنا هسه الآن راح أحول ذولة A bar B bar C bar، or الواحد هو عبارة A bar B bar C، or الاثنين هي عبارة A bar B C، والثلاثة هي عبارة A bar B C، والdon't care هو A or B bar، العفو A B bar C bar، والفايف هو A B bar C. واضح؟ بعد ذلك راح أجري اختصار، راح أشوف إنه هذا الترم وهذا الترم عندي اختصار بيناتهم، وهذا الترم بالحقيقة هذا C bar أعزائي. اوكي، وهذا الترم وهذا الترم عندي اختصار بيناتهم. بالنسبه للدونت كير ما يهموني، خلوا ببالكم الدونت كير انا قلت اخذهم يهموني، يبادرون بالاختصار، يساهمون بالاختصار، يساهمون ما يساهمون اقدر اعتبرهم ما موجودين، دول اقدر اعتبرهم ما موجودين، بس انا مخليهم اذا يفيدوني بالاختصار يفيدوني، اذا ما يفيدوني اقدر احذفهم. هسه دول اعزائي راح يكون عندي اي بار B bar، وعندي C bar عامل مشترك or C. ذولا كملت من عندهم هذا وهذا، أجي للأور هذه أور، عندي ذولا الترمين أيضا راح يكون عندي A bar B، وعندي عامل مشترك C bar or C. واضح؟ بالنسبة للdon't care ما يهموني، ممكن أستخدمهم ممكن ما أستخدمهم. يعني صراحة هنا أنا ما راح أحتاج أستخدمهم، وجودهم ما راح يفيد فما راح أستخدمهم، بس أنا حبيت أذكرهم لكم لأن إحنا هسه بكارنوف ماب راح نشوف إنه تجينا حالات دونت كير. طيب أعزائي المرحلة اللي بعدها أجي أبسط، دول راح يبقى من عندهم أي بار بي بار. ليش؟ لأن السي بار أور السي هي تساوي لنا واحد، وإذا قلت الأي بار بي بار عند الواحد ذولا ايضا شو يساوي لي اي بار بي بار، لان عندنا خاصيه تقول اكس عند الواحد تساوي لنا اكس. اوكي، فالاي بار بي بار عند الواحد هي تبقى اي بار بي بار. وخلوا ببالكم هذه عندنا هذه استنتجناها من الخاصيه اللي هي تقول اكس اور اكس بار تساوي لنا واحد، اذا هذه تعتمد على القواعد اللي ماخذينها. طيب هذا قلنا واحد، راح هنا وصلنا للأور، راح نخلي أور هنا عندي أيضا سي بار سي، هذولا واحد، راح يكون عندي أي بار بي. بعد أكو اختصار، نعم عندي الأي مش شابه الأي بار، إذا راح أقول أي بار راح يكون عندي بي بار أور البي، وراح يساوي لي بالنهاية أي بار.
هذه بيا طريقه اعزائي بطريقه السمبليفيكيشن، خلوها ببالكم. راح اقلب على طريقه الكارنوف ماب، اقلب على طريقه الكارنوف ماب وراح نشوف شلون نحل. لكن قبل لا اقلب على الكارنوف ماب خليني اقلب على الكارنوف ماب، مو مشكله. الكارنوف ماب طريقه تعتمد على الجداول اعزائي. راح اختصر، راح احله بالكارنوف ماب وانزل احل جداول الكارنوف ماب، اقول لكم هذه تحفظوها حتى تحفظوها، واحلها بعدها بطريقه اللي يكون مكلاسكي. والمحاضره القادمه ان شاء الله راح نحل امثله بالكارنوف ماب، لان الكارنوف ماب عمليه كلش ضروري تعرفوها، يعني لان هي الاهم، فنريد نتوسع بها بالحقيقه، ناخذ لها محاضره لحالها بامثله لحالها. فهسه بالكارنوف ماب، الكارنوف ماب ببساطه عندك التالي: اول شيء تحدد عدد الانبوتس، كم انبوت عندك. ثاني شيء تحدد حجم التيبل، السايز اوف تيبل. اذا اول شيء ديترماين ذا نمبر اوف فاريبلز، كم متغير عندك. ثاني خطوه ديترماين ذا سايز اوف تيبل which is 2 to power number of inputs، اللي هو 2 مرفوعة للأس بعدد الانبوتس المتغيرات. واضح؟ الطريقة الثالثة نشكل مجاميع من الوحدات. هذه المجاميع يجب أن تكون الوحدات متجاورة بها، وهي أما 2 4 8 16 32 64 بهالشكل، يعني من المضاعفات الأسية للاثنين. واضح؟ 2 أس 0 بعد 2 أس 1 وهكذا. أربعة نكتب الفانكشن. فهسه احنا كم متغير عندنا هنا أحبائي؟ احنا هنا عندنا 3 متغيرات. إذا أول شيء المتغيرات هم A B C، عددهم هذا يؤدي عددهم 3. حجم التيبل size of table هو 2 to power 3، إذا هو شو ساوينا؟ يساوينا 8. واضح؟ بعد العدد 8 ايش راح يكون عندي؟ راح اختار الوحدات. اذا انا اول شيء راح اختار شكل التيبل، من اريد اسوي يعني انشئ جدول من 8 خلايا. كيف انشئه؟ طبعا انشئه لازم يكون بهالشكل 2 في 4. واضح؟ فهذا الجدول، هذا ال A هذا ال B وهذا ال C. تنتبهون هذه ال MSB most significant bit وهذا ال LSB. وهذا طبعا انا هسه راح اعطيكم اياه، هذه الاشكال راح تحفظوها وتحفظون المواقع. هنا عندنا الموقع اسمه 0، هنا الموقع 1، هنا الموقع 2، هنا الموقع 3 4 5 6 7. اذا هذا طبعا انت تحفظوه الشكل، راح تحفظوه، راح ناخذ اشكال الكارنوف ما بتحفظوها بعد ان احل هذا السؤال. طيب بعد ذلك احنا هسه حددنا عدد الانبوتس، حددنا المتغيرات، حددنا عدد الانبوتس ومن خلالها حجم التيبل حددنا. هسه راح نملي التيبل بالفانكشن اللي عندنا. الفانكشن اللي عندنا هذه 0 1 2 3. اجي اعزائي اقرا وين عندي عنوان 0، احسنتم، هذا عنوان 0 اخلي بيه 1. بعد عندي بالواحد بالعنوان 1 عندي 1 هذا، بالعنوان 2 عندي 1 هذا، بالعنوان 3 عندي 1، احسنتم. بعد ايش عندي؟ عندي دونت كير، لاحظوا دونت كير، دونت كير بالأربعة وخمسة. اجي باللوكيشن 4، وين اللوكيشن 4؟ احسنتم، هذا اللوكيشن 4 اخلي بيه دونت كير. باللوكيشن 5 ايضا دونت كير. هسه ايش اسوي؟ هسه اجي اشتغل اقول انا شنو اسوي؟ مجاميع، هذه المجاميع على شكل هي جروبات، مجاميع اللي هي تتكون من اما من حلقه فقط دائر مدى تكون تدور بالواحد، او حلقه تدور بواحدين، او اربع وحدات، او 8 او 16. اوكي، فبما انه انا عندي 4 هنا فذولا راح تكون تحوطهم الحلقه. اجي بعدهم اقرا، من اقرا عنوان الخليه هنا، هذا العنوان شنو العنوان؟ هنا عباره عن اي بار. اوكي طيب، وهذا العنوان هنا اكو عنوان، هنا ما عندي عنوان، لاحظوا، لان هذه البتات ما ثبتت. هنا لاحظوا البت ثابت فقط صفر، اوكي طبعا هذا واحد وليس، لكن هنا لاحظوا هنا صفر صفر، هنا صفر واحد، هنا واحد واحد، واحد صفر، فمعناه هذا البي والسي اللغة من الفانكشن. اوكي، اذا هذا هو التبسيط الخاص.
لاحظوا هذا هو نفسه يشبه هذا، لاحظوا. طيب الان اعزائي ايش اريد؟ اريد اشرح بطريقه الكوين ماكلاسكي هذا الكارنوف ماب. كارنوف ماب طريقه كلش سهله وكلش مختصره، اوكي انا شرحتها، استبقت الاحداث وطلعت لكم النتيجه قبل الكوين ماكلاسكي، لان اريد اشرح لكم الكوين ماكلاسكي. كوين ماكلاسكي عمليتها كبروسيجر كاجراءات كلش اسهل، بس في حقيقه بالتطبيق تكون صعبه التطبيق، واضح؟ طيب كوين ماكلاسكي اول شيء يسوي يقول اول خطوه، لاحظ ستيب 1، ستيب 1 اول خطوه يقول رتب لي انت شنو اللي عندك، حول لي اياهم من الديسيمال للباينري، يعني اكتب لي الفانكشن سواء من تيرم ودونت كير بصيغه بالصيغه الخاصه بالباينري. فانا ايش عندي؟ لاحظوا لاحظوا هنا عندي 0 1 2 3 4 5، اذا هذه اول خطوه انا ايش اسويهم؟ 0 1 2 3 اوكي، وهذه 4، ذول المن ذولا اريد اميزهم شويه ال الدونت كير الاربعه والخمسه حتى تميزونهم. ارجع واقول الدونت كير هم ممكن نحتاجهم ممكن ما نحتاجهم، زين. بعد عندي ذولا شنو اسميهم؟ هذا من تيرم 0، من تيرم 1، من تيرم 2، من تيرم 3، من تيرم 4، ومن تيرم 5 كلهم. الخطوه اللي بعدها احبائي، الخطوة اللي بعدها يقول لي رتب لياهم على شكل مجاميع، ستيب 2 رتب لياهم على شكل مجاميع بالنسبة لعدد الوحدات اللي بيهم، يعني اذا ماكو واحد تكون هذه المجموعة فقط للي بيها اصفار، اذا اكو واحد بالشسمة تكون عندي مجموعة للي عندي يكون فقط الواحد مرة. فخلي نجي نشوف هذا الصفر وأجر خط، هذه مجموعة، هذه شو اسمها من تيرم زيرو. هسه لاحظوا لي وين أكو مكان عندي فقط واحد بال 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 بالفانكشن بال بالترم عندي فقط واحد، عندي هنا وعندي هنا وعندي هنا. إذن من تيرم واحد هذا أوكي، وعندي من تيرم اثنين هذا، وعندي من ترم 4 هذا، واضح؟ واضح. هسه شنو يقول؟ من اللي عندي يا مكان عندي بي واحدين، هذا عندي المكان بي واحدين للمجموعة الجديدة وهذا واحدين، اذا من ترم 3 ومن ترم 5 اللي هو هذا. اعزائي هذه ثاني خطوة واهم، هذه البداية كملناها وهي كلش مهمة، واضح؟ واضح. هسه وين ننتقل احبائي؟ ننتقل للخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها شو يقول؟ لاحظوا هاي كلش مهمه راح اسويها بالالوان. يقول تعال قارن كل مجموعه، عنصر كل مجموعه بالمجموعه اللي اسفلها مع كل عناصر المجموعه اللي اسفلها، يعني هسه هذا العنصر يقول قارنه ويا هذا مره، وقارنه ويا هذا مره، وقارنه ويا هذا مره. اوكي؟ ونفس الكلام ينطبق على المجموعة الأسفل من عنده، يقول هذه المجموعة قارن لي مرة ويا هذا ومرة ويا هذا، وارجع للعنصر الوراء، لاحظوا هذا العنصر ارجع قارنه مرة ويا هذا ومرة ويا هذا، وارجع للعنصر اللي بعده، واضح؟ اللي هو هذا، ومرة قارنه ويا هذا ومرة قارنه ويا هذا. ولو فرضنا عندنا مجموعة هنا مثلا راح أقارن ويا هذا وهك، وتستمر هذه العملية تستمر. إذن أنا دائما أقارن المجموعة اللي أنا بيها بالأعلى ويا المجموعة الأسفل من عندها، أخذ عنصر عنصر وأقارن. طيب كيف راح تكون هذه المقارنة؟ راح نشوف كيف راح تكون. إذن هذه الستيب أنا أحب أسميها هذه ستيب 2-1، وهذه راح أسميها ستيب 2-2، هيك احب اسميها، لان هذه هي جزء من الخطوه الثانيه. اوكي، لان وكانما احنا نحلها صراحه بثلاث ستيبات الكوين ماكلاسكي، فهذه ستيب اوكي
واللي راح تجينا راح تجينا ستيب اللي هي الحل البرايمري والاسينشال امبليكس. طيب هسه ايش راح اسوي؟ راح اجي اقارن هذا ويا هذا. اكو اختصار؟ شلون اعرف اكو اختصار لو ماكو؟ اجي اخلي العنصرين اللي هو 0 0 واخلي الواحد 0 0 1، واشوف انا لازم عندي فقط كل البتات متشابهه فقط بت واحد متغير. هذا البت اللي يصير بيتغير هذا احذف هذا البت اخلي بمكانه داش. يعني ذول ايش راح يكونون؟ راح يكونون 0 0 داش. ليش؟ لان هذا عندي 0 وهذا 1، فذول الغيهم اخلي بمكانهم داش. اوكي، فايش راح اكتب؟ 0 0 داش. وايش راح اكتب؟ هذا هنا اسمه من تيرم 0 وهذا من تيرم 1، فراح اكتب 0 1، معناها المن تيرم 0 والمن تيرم 1. طيب هسه ايش اسوي؟ اجي وبنفس الوقت اخلي علامه صح، معناها هذا صار اختصار مع هذا. اوكي، هسه ايش اسوي؟ اخذ هذا ويا هذا، ايش عندي؟ 0 0 0 ويا 0 1 0. ايش راح يصير عندي؟ هذا مش شابه وهذا مش شابه وهذا مختلف، اذا يصير 0 داش 0، فراح اقول 0 داش 0. واضح؟ وبنفس الوقت شنو ايش اسوي؟ ما انسى اخلي صح، وبنفس الوقت اكتب ايش قد هو يا من تيرم؟ من تيرم الصفر ويا الاثنين. احسنتم. هسه ايش اسوي؟ هسه هذا ويا هذا 0 0 ويا الواحد 0 0، هذولا مش شابهين ينزل 0، ذولا مش شابهين ينزل هذا ينزل 0، وذولا مش شابهين ينزل 0، ذولا مختلفين ينزل داش. اذا راح يصير عندي داش 0 0. واضح؟ واضح. طيب بنفس الوقت ايش اسوي؟ اخلي علامه صح، وبنفس الوقت اكتب يا من تيرم؟ من تيرم الصفر ويا الاربعه. واضح؟ هسه انا هاي اول مجموعه كملتها. واضح؟ ايش راح اسوي؟ راح اجر اسحب خط، اخذ خط، اخذ جره خط. هسه ايش اقارن؟ اقارن هذه المجموعه، ابدا اقارن، خليني اخذ هذا اللون، راح ابدا اقارن هذه المجموعه هذا ويا اول واحد من هذا، فعندي 0 0 1 ويا 0 1 1. اكو مقارنه؟ نعم، هذا ثابت ينزل 1، هذا متغير ينزل داش، هذا ينزل 0. اذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 0 داش 1. طيب امسح هذا السهم، امسح هذا السهم، وشنو اني اخلي صح؟ ما انسى هذا الصح، ما انسى حتى اعرف، لان هذا الصح راح اعرف شنو فائدته بعدين. هذه الصح راح اللي ما عليه صح اضيفه بالنهايه الجدول النهائي. واضح؟ لذلك هذا الصح مهم. كذلك هذه شو تغطي لي الفانكشن؟ يا من تيرم ويا من تيرم، غطتني المن تيرم 1 والمن تيرم 3، اذا اكتب 1 3. واضح؟ خليني اخلي الاسود، الاسود واضح. واحد ثلاثة. بعد ذلك اعزائي شنو اللي احتاج اشتغله؟ احتاج اشتغل انه اني اشتغلت الان اول واحد، اريد اشتغل ويا اخر واحد اللي هو 0 0 1 ويا الواحد 0 1. ذولا اول واحد مش شابه ينزل، ثاني واحد مش شابه ينزل 0، ثالث واحد مختلف ينزل داش، فراح يكون عندي، راح تكون عندي داش 0 0، داش 0 0، ويا من ترم ويا من ترم؟ من ترم الواحد والخمسة، اكتب 1 5. وكذلك ما انسى ايش اسوي؟ ما انسى اخلي صح. واضح؟ الان ذولا كملتهم. هسه اجي للمن ترم الثاني، اشوف هنا أنا اكو عندي اختصار اللي هو 0 1 0. طبعا هذا طبعا صار ايش قد عندي؟ هذا هذا بالحقيقة وكأنما 3 صحات، 3 علامات صح. طبعا ما يهمني ايش قد كل واحد يحصل من العلامات، بس يهمني انه الواحد، يهمني انه اللي يصير له ماتشنج اخلي امامه صح. اوكي، اذا صار له ماتشنج مرة ثانية صح مو مشكلة اذا كتبت او ما كتبت، بس يهمني اول مرة من يصير له ماتشنج اي عنصر، يعني يصير بيناتهم تطابق، يعني يصير بيناتهم العفو اختصار، اثنينهم لازم يكون صح. طيب هسه اجي لهذا، قلنا للي بعضه،
فعندي صفر واحد صفر ويا الصفر واحد واحد. اكو اختصار؟ نعم، راح يكون عندي هذا الصفر واحد داش، فراح اكتب صفر واحد داش يا من ترم. طبعا هذا اخلي صح وهذا اخلي صح هنا ثاني. اوكي، ذول المن ترم اثنين ويا الثلاثة، اكتب اثنين ويا الثلاثة. بعدها اجي ويا الاخير اشوف صفر واحد صفر ويا الواحد صفر واحد. اكو اختصار؟ لا ماكو اختصار. ليش؟ لان لاحظوا هذه البتات كلها متغيرة. اذا اعبره، وين اعبر؟ هذا عبر تكملته. اجي للبت اللي بعده، هذا صح هذا صح، الان هذا صح. اجي للبت اللي بعده هنا أنا. اكو اختصار؟ الاربعة عندي ويا الصفر ثلاثة، ماكو اختصار. اذا اعبر للبت اللي بعده، هذا أربعة ويا الخمسة. أكو اختصار؟ إي نعم أكو اختصار. هذا البت يتغير يصير داش، وهذا صفر وهذا واحد. إذا راح أكتب راح يكون عندي بهالشكل. واضح؟ واضح. ذولا يا بت ويا بت، الأربعة والخمسة. طيب الآن أنا إيش كملت لحد الآن أعزائي؟ صارت، لاحظوا هنا أنا عندي ذولا كلهم طبعا صاروا بيهم صح، خلوا ببالكم صار مقابيل كل تيرم، هذا تيرم مقابيله صح، هذا التيرم مقابيله صح. اوكي، ولاحظوا اعزائي هنا عندنا هاي جروب واحد، كل خط يفصل لي مجموعه عن مجموعه، وهذه جروب اثنين وهذه جروب ثلاثه. لاحظوا هنا اعزائي صار عندي ذولا بالستيب اثنين اثنين، بالستيب اثنين واحد، هذه الستيب اثنين واحد كانوا عندي ثلاث جروبات، بالستيب اثنين اثنين عندي هذه جروب وهذه جروب. اوكي، استمر. هسه ايش استمر؟ اني اظل استمر لحد ما اقارن كل المجاميع، بحيث كل عناصر المجاميع اقارنها ويا اللي تليها. اوكي، حتى لحد ما اوصل مرحله ما يكون عندي اختصار. هذه ايش راح يصير عندي؟ ستيب 2 3. واضح؟ اكرر نفس الحاله، اجي اقارن. طبعا هذه الجي راح اكتبها من هالجهة، جي واحد وهذه جي اثنين. اوكي، يعني جروب واحد وجروب اثنين. هسه ابدي نفس الحالة اعيدها، اقارن هذه ويا هذا ويا هذا ويا هذا ويا هذا. اوكي، وارجع اقارن هذا ويا هذا ويا هذا ويا هذا ويا هذا، وارجع اقارن اخر عنصر بهذه المجموعة ويا هاي ويا هذا ويا هذا ويا هذا، مرة ويا هذا هذه كلها مرات عبارة. فراح أقارن أول واحد، طبعا أول واحد هذا ويا هذا بالحقيقة ما راح يصير عندنا، يعني ماكو مقارنة، فينزل عندي أول واحد هسه هذا ويا هذا ماكو مقارنة، أعبر للي بعده هذا ويا هذا ماكو مقارنة. طيب وين اروح بعده؟ اروح ويا لهذا ايضا ماكو مقارنه. واضح؟ اروح للاخير، اذا ماكو اي مقارنه، ما عندي مقارنه. ليش؟ لان ما عندي مكان بداش. بالحقيقه لا، بالحقيقه عندي، لاحظوا هذا ويا هذا عندي. ليش؟ لان عندي صفر صفر داش وعندي واحد صفر داش. واضح؟ فذولا هذا اقدر اختصره، لان هذول مش شابهين وذول مش شابهين، داش داش مش شابه وزيرو زيرو، اذا هذا مش شابه. اذا ايش راح يكون عندي؟ لاحظوا راح يكون عندي هذا مع هذا. ايش راح يكون عندي النتيجه؟ راح يكون عندي صفر داش داش صفر داش. احسنتم. وهذا يا من ترم هنا، لاحظوا لي الصفر والواحد، وهذا هنا يا من ترم الأربعة والخمسة، أكتب أربعة وخمسة. أوكي؟ أوكي. أجي للبعدة، للبعدة. الآن أنا ذولا اتأكدت أنه ما عندي كلهم، غطيتهم. أجي لهذا اللي بعده، أقارن مرة هنا. هسه خليني ذولا أخلي لهم صح اللي قارنتهم. أوكي؟ خليني اشوف هذا، هذا ممكن اقارنه ويا هذا؟ اي نعم ممكن، لان هذا صفر داش صفر وهذا صفر داش واحد، ف
فراح يكون عندي صفر داش داش، صفر داش داش. هذا من هو؟ هذا هنا أخلي صح، أوكي، وهنا أخلي صح، راح يكون عندي منو المنترم؟ صفر اثنين واحد ثلاثة. واضح أحبائي؟ إن شاء الله واضح. طيب بعد شنو عندي؟ عندي هذا أقارنه ويا هذا. طبعا هي العملية نوعا ما يراد لها تخلي ببالك على ورقة مخططة بشكل الورقة كبيرة، تجزئها على خطوات، تحاول الورقة تشتغلها بشكل يسموها اللاندسكيب، يعني بالعرض تخليها الورقة، ما تخليها على طوليتها، حتى يكون عندك مجال أكثر وتشتغل. طبعا هذه ما راح يكون اختصار، لأن هذا عندي صفر داش صفر وهي داش صفر واحد، فماكو اختصار فما له داعي. طيب هنا أنا هنا أنا عندي هنا أنا ماكو اختصار، واضح. أشوف ويا هذا أكو اختصار، ماكو اختصار لأن ما عندي داش، ويا الأخير أيضا ما عندي، ما عندي، ما دام ما عندي داش ما عندي اختصار. طيب هسا أجل هذا، أجل هذا أشوف أكو اختصار عندي، ويا أول عدد ما عندي اختصار لأن عندي داش بالوسط وهذا عندي داش بالبداية، فما يصير اختصار. أجل اللي بعده اللي هو داش 00 ويا داش 01 عندي اختصار؟ نعم عندي اختصار، فيصير عندي داش 0 داش. هذا ايش راح يشمل لي؟ يا متغيرين راح يشمل لي يا من تيرمز الصفر والأربعة، الصفر والأربعة قلنا، ويشمل لي الواحد والخمسة، واضح. ذولا هذا راح أخلي عليهم صح، هذا صح وهذا صح. هسا بعده أحول للأخير، ما راح يكون عندي، وللي بعده صراحة ما راح يكون عندي، أوكي، خلوا ببالكم ما راح يكون عندي، أوكي، هذا ما راح يكون عندي. إذن هسا أنا شنو؟ لاحظوا هذه مجموعتين، صفة عندي هنا مجموعة واحدة فقط، واضح. هسا من صفة عندي مجموعة واحدة، هذه المجموعة راح أشوف إيش راح أسوي. الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة هذه ستيب 3، لاحظوا خلوا ببالكم أنتم ممكن تستمر هذه ستيب دوت 2 ستيب 2 دوت 2 ستيب 2 دوت 4 احتمال تستمر. ليش؟ لأن تعتمد على إيش قد أكو عندك جروبات وعندك اختصار بيناتهم. طيب هسا إيش أسوي؟ هسا راح أبني جدول. هذا الجدول إيش بي؟ لاحظوا كلش مهم. البي المن الفانكشن المن تيرمز، شنو المن تيرمز؟ لاحظوا شنو المن تيرمز كانت عندي؟ هذا المن تيرمز الزيرو والواحد والاثنين والثلاثة، بس خلي ببالكم الأربعة والخمسة دونت كير ما أكتبهم، فقط أكتب صفر واحد اثنين ثلاثة، أوكي. فراح أكتب صفر واحد اثنين ثلاثة، هذا الجدول انتهى الخاص بي. هسه ايش اكتب؟ هسه ذولا احبائي اجي اباوع اشوف شنو اللي عندي. هذا مثلا شنو ايش اسمه؟ هذا هذا بدلاله الاي بي سي، واضح. يعني انت هذا الشكل اي بي سي يقابله، اوكي. اللي مقابيله داش معناه اكنسله، يعني هذا اكنسله وهذا اكنسله الغي. بقى البي مقابل الصفر، إذن هذا مثلا بي بار، اسمه بي بار، واضح؟ واضح. هذا البي بار أجي أباوع، لاحظوا لي البي بار اللي هي هذه وهذه، هم اثنين هم ذولا متكررين، فأقدر أهمل واحد من عندهم، لاحظوا ما عندي مشكلة لأنهم متكررين فأهمل واحد، بس أجي أشوفهم، هذا أشوفه، لاحظوا راح أجي أشوفه، هذا وين متواجد عندي؟ لاحظوا لي وين متواجد عندي؟ متواجد عندي بالمكان اللي هو الصفر بالمنترم الصفر، اذا اخلي صفر، وموجود عندي بالمكان اللي هو واحد راح اخليه بالواحد، وعندي موجود بالمكان الاربعة، الاربعة ما محتاجة دونت كير، وبالخمسة، الخمسة ايضا ما موجود عندي، واضح؟ واضح. طيب بعد شنو اللي عندي؟ عندي هذا، هذا عندي،
اوكي احبائي، هذا شنو اللي عندي ايضا صفر داش داش، هذا شنو معنى مقابيل A B C؟ السي يختصر والبي يختصر لان مقابيلهم يتكنسل يلغى، وبقت عندي فقط الاي داش. طيب واشوف يا فانكشن يحقق لي اياها، لاحظوا يا فانكشن يحقق لي الصفر، لاحظوا الصفر والواحد والاثنين والثلاثة. اذا ايش راح اخلي؟ اخلي بالاكس صفر وبالواحد، العفو بالصفر اكس وبالواحد اكس وبالاثنين اكس وبالثلاثة اكس. واضح؟ واضح. بعد ايش بقى عندي؟ اجي النوب بعدها اجي اسوي سكاننج مسح، اشوف يا مكان ما عليه صح، يا تيرم ما غطيته، هذا ما غطيته. ايش قد هذا؟ هذا ثلاثة هيك شكله، اي بار بي سي. واضح؟ اي بار بي سي. هذا اعزائي اللي ما غطيته راح ايش اسوي؟ اشوفه بيا من تيرم، شنو المن تيرم؟ باثنين وثلاثة. اذا اي بار راح يكون عندي هنا واحد لاخ جديد، اوكي راح يكون عندي هذا. طبعا خليني افصل حتى يكون جدول، اوكي هذا اي بار بي سي. ايش راح يكون عندي؟ هو شنو التيرمز المطيني اياها؟ الاثنين والثلاثه، راح اخلي بالاثنين اكس وبالثلاثه اكس. واضح؟ واضح. بعدها اعزائي الان اني شفت لولا كلهم شفتهم، ايش بقى عندي احبائي؟ ايش بقى عندي؟ بقى عندي ارجع اجري سكاننج، اشوف اكو مكان ما عليه صح. لاحظوا هذا المكان، لاحظوا هذا المكان، هذا اللي هو ثلاثة ما كان موجود عليه اكس، اوكي ما كان موجود عليه العفو صح، لذلك اجينا خليناه هنا بالجدول بالتيبل، اخذنا قيمته وخليناه. واضح؟ واضح. اجي ارجع للبدايه، للبدايه للخطوه ستيب 2.1، يعني دائما من ترجعون اذا تستخدمون هذا الترقيم ابدوا ارجعوا من النهايه، من نهايه حلكم، يعني وين تنتهي عندكم الخطوه الثانيه ستيب 2، يا دوت دوت 3 دوت 9 دوت 5 ما اعرف وين ما تنتهي، ابدوا من بعدها اجروا عمليه مسح يا مكان ما عليه تيرم عليه صح. هسه هنا أنا مثل ذولا كلهم هذا صح هذا صح هذا صح هذا صح هذا صح، هنا ماكو صح لذلك كتبناه. واضح؟ هذا الاي بار سي. بعدها رجعنا للخطوه اللي وراها، هذا عليه صح هذا عليه صح هذا عليه صح هذا عليه صح هذا عليه صح، كلهم عليهم صح اذا مغطينهم ما عندنا مشكله. بعدها الان الخطوه الكلش يعني اللي تعتمد على اختصار هنا ايش اباوي اعزائي، خليني اخذ هذا القلم هنا احبائي، راح اباوع اكو فتير معين. لاحظوا هذا التيرم اذا اخذ الاي بار، هذا التيرم راح يغطي لي المطلوب اللي تغطي الفانكشن. لاحظوا اخذوه ومن تاخذوا خلوا له امتدادات بهالشكل. واضح؟ فلاحظوا لاحظوا هسه الاي بار غطى المطلوب من قبل البي بار وغطى المطلوب من قبل الاي بار بي سي. اذا ايش اخذ؟ ايش اخذ؟ انا دائما اخذ الامبليكانت اللي يكون يغطي لي البقيه، يعني الاي بار صراحه ما يحتاج اخذ البي بار. ليش؟ لان ذولا على نفس العمود. واضح؟ فاخذ اللي اكثر اختصار، يعني اللي يحقق لي اكثر اختصار، فاخذ الاي. هنا دا تشوفون الاي بار يحقق لي المطلوب من قبل البي بار اللي هو صفر واحد، وهنا نفس الحاله بالاثنين وثلاثه الاي بار ايضا يحقق لي المطلوب من قبل الاي بار بي سي. اوكي اذا شنو العنصر اللي عندي بالنهايه؟ العنصر اللي عندي الاختصار راح يكون هو عباره عن الاي بار. اوكي اذا احبائي الان لاحظوا نتائجنا، احنا هنا بكوين ماكلاسكي طلعنا اي، وبكارنوف ماب طلعنا اي،
وبالبوليان الجبرة طلعنا العفو اي بار كله طلعنا اي بار. لاحظوا هنا بوليان الجبرة اي بار، هنا بكارنوف ماب اي بار، وبطريقة كوين مكلاسكي اي بار. طبعا هذه اخر شيء الطريقة، هذا الجدول يسمونه الـ اي بي اي اور بي اي الاسنشال امبليكانس، والجدول الخاص بالاسنشال امبليكانس الاسنشال برايمال برايمري امبليكانس. اوكي اوكي الان احبائي احنا غطينا السمبليفيكيشن بالطرق الثلاثة اللي هي بوليان الجبرة، كارنوف ماب، وكوين مكلاسكي. أريد أسوي قبل لا أختم، لأن المحاضرة الجاية راح تكون على راح نأخذ أمثلة على كارنوف ماب، أريدكم بهذه المحاضرة راح أنطيكم الأشكال الخاصة بكارنوف ماب. أوكي وهذه الأشكال راح تكون عندنا تحفظوها، تكونون أنتم حافظين المواقع بالحقيقة. واضح واضح. هسه إذا عندي 2 input أوكي راح تكون كارنوف ماب بهالشكل. طبعا خلوا ببالكم أنا الـ A دائما هذا راح أتفق وياكم، هذا اتفاق راح أعتبروها يعني بعد ما أعيده. الـ A هو الـ most significant B، وشنو اللي بعده مثل الـ B C D، أنا دائما الـ A راح أسميه الـ most significant bit، وأي شيء يجي بعده مثلا الـ D راح يكون هو الـ least significant bit. واضح؟ أو مثلا الـ F. واضح؟ أو الـ E. أنا المهم دائما الـ most significant bit عندي هو الـ A، فهذا الـ A وهذا الـ B، يعني هذا الـ MSB وهذا الـ LSB، هذه صفر هذه واحد. هذه شكل كارنوف ماب تحفظه، الترقيم تحفظه. هذا صفر العنوان، هذا واحد، هذا اثنين، العفو هذا اثنين، نعم هذا ثلاثة. وأكو طريقة ثانية، هذه الطريقة يعني أحيانا بعض الطلاب يعني ترتبك يعني تشوش عليهم. أنا بالنسبة لي أعطيكم إياها حتى من تشوفوها، من تقروها بغير مكان، من تقروها بمصدر أنتم مطلعين عليها، لكن أنا صراحة أفضلكم هذه، أسهل لكم هذه الطريقة اللي على اليسار. واضح؟ هذه أنا أفضل لها أسهل لكم. أوكي لكن أنت تريد تحل بالطريقة على اليمين والطريقة على اليسار، حل بأي طريقة موجودة ما يهمني، لأن أنا كل الطرق أعرفها. هذه الطريقة لا، تقلب لي تخلي لي الـ MSB بالأعلى والـ LSB بالأسفل، فهذا الـ A وهذا البي، هذا صفر وهذا واحد، هذا صفر وهذا واحد، هذا صفر وهذا واحد، وهذا اثنين وهذا ثلاثة. واضح؟ لاحظوا أعزائي طريقة الترقيم، لاحظوا الاثنين هنا موقعها، لكن الاثنين عفوا أعزائي عفوا، هذا صفر هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة. لاحظوا أعزائي هذا هنا الواحد في حين هنا اثنين. أوكي هذه كم أمبوت؟ هذه لما يكون عندك كارنوف ماب كي ماب، خلي نقول 2 variables K map. طيب هنا هسه خلي ناخذ لما يكون 3 variables K map. اوكي ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا هذا الشكل، هذا A هذا B وهذا C، هذا صفر 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 واحد 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 صفر. تحفظون هذا الترقيم، هذا صفر هذا واحد، هذا العنوان صفر هذا واحد هذا اثنين، لاحظوا لاحظوا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. وإذا كانت أخذتها بهذا الشكل أوكي، هذا يكون هنا الـ A، هنا هنا الـ A، وهنا الـ B C، يعني أقلب أنا كل اللي دا أسوي دا أقلب أماكن. لاحظوا هنا الـ MSP وهنا الـ LSB، لكن هنا ايش سويت؟ هنا الـ LSB وهنا الـ MSB. اوكي هذا صفر هذا واحد هذا صفر صفر هذا صفر واحد هذا واحد واحد هذا واحد صفر صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. طيب إذا كان عندي 4 variables K map راح يكون عندي بهالشكل 2 أس 4 طبعا 16. خلوا ببالكم أنا كيف أطلع حجم التيبل، حجم الجدول اللي أحتاجه، دائما يكون 2 أس 4
هنا أنا مثل 2 للمتغيرات 16، هنا أنا 3 2 أس 3 ويساوي لنا 8، لذلك إذا تحسبونهم 8 مربعات، هنا أنا 2 أس 2 ويساوي لنا 4، واضح 4 خلايا. هنا أنا إيش راح يكون عندي؟ أيضا A B C D، هذا 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0، هذا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذا 11، هذا 12 13 14 15، واضح. واذا اردتها بالطريقه الثانيه اقلب الموس والليست راح تكون عندي بهالطريقه A B، لاحظوا الاي الموس صار للاعلى هسه ام اس بي دي، وهذا الار اس بي بالاسفل صار 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0، هذا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، واضح احبائي؟ واضح. طيب اذا كان عندي 5 variables k map، طيب اذا صار عندي 5 معناها 2 اس 5 ويساوي 32، راح يكون عندي المربع بهالشكل، واضح؟ صفر 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 واحد 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 صفر، هذا صفر 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 واحد 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 صفر، هذا صفر 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 صفر، هذا راح يكون أربعة. أوكي أعزائي، طيب هذه شنو راح تكون عندي المتغيرات؟ هنا أنا من 5 وفوق راح اتخذ دائما يكون الموست سيجنيفيكانت، اخذ الحاله الموست سيجنيفيكانت مثل الاسفل، ما راح اخذ حاله صراحه الموست سيجنيفيكانت يكون عمودي، فهذا 5 راح يكون عندي A B C D E. اوكي، هذا الصفر الواحد الاثنين ثلاثة الأربعة الخمسة ستة سبعة 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24، طبعا بال 31 لازم اوقف، 25 26 27 28 29 30 وواحد وثلاثين. هذه شو يسموها الطريقة؟ هذه الطريقة يسموها الأوفرلاي. أوكي، هذه الأوفرلاي أسهل بالاختصار. أكو طريقة لاخ يسموها الجراي كود، هذه الطريقة مجرد أنا أعطيكم إياها حتى تعرفونها، يعني لأن صعبة عليكم يعني تجرون عليها اختصار في هذه المرحلة من دراستكم. الأوفرلاي أسهل، لذلك أنا أخذ الأوفرلاي. اوكي، هذا A B C D E، هذا 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 دول 0 0 0، وهذا 1، هذا 3 2 4 5 7 6، هذا الترقيم. لاحظوا الترقيم يختلف، ويختلف عندنا، هاي يسموها طريقة الجراي كود أو يسموها طريقة الميرور. الميرور، أوكي، عملية الاختصار صراحة تصير من خلال منها، تصير وكأنما ميرور، تصير مثل الدفتر، تصير وكأنما، يعني هاي صعب صراحة، وكأنما دفتر دا تلاحظون، وكأنما هذا هسه على يمين، هذا وكأنما أنت كتاب أو دفتر فاتحة من الوسط، من تريد تختصر وكأنما يكون تطوي. أوكي،
فعملية بالاختصار، أنا هذا الكلام قد ما يكون واضح، بالاختصار تكون صعبة، لذلك ناخذ طريقة الأوفرلاي. الأوفرلاي التراكبية يكون عندنا وكأنما جدول فوق جدول، واضح؟ واضح. الآن اللوكيشن هذا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. أعزائي الطلاب خلي ببالكم، ممكن تكونون مطالبين إنه ممكن، يعني مو أكيد ما أدري، بس ممكن أن تكون مطالبين بأن تجرون اختصار على كارنوف ماب 5 variables، لكن على الأقل إذا ما أجاكم سؤال يعني إنه تحلونه بال 5 variables simplification، فخلوا ببالكم يجيكم سؤال على المواقع أقول لك كيف تكون شكل المواقع لكارنوف ماب متكونة من 5 inputs، أو بطريقة الجراي كود، أو بطريقة الأوفرلاي، أو أقول لك شلون يكون شكلها بطريقة يكون بطريقة خلينا نقول ال 6 variables اللي هسه راح ناخذها. هسه اللي بعدها 6 variables، طبعا أرجع وأقول هذه الطريقة المحبذة إلي والمحبذة لكم أيضا أسهل لكم، أوكي؟ أنا أقول لكم الطرق المحبذة لكم يعني اللي تكون أسهل لكم، اللي أحبذها أشوفها أسهل. هسه عندي 6 variables كي ماب، راح يكون عندي 2 أس 6 ويساوي لنا 64 مربع. إذا إيش راح يصير عندي؟ راح يكون عندي بهالشكل، واضح؟ لاحظوا أعزائي، طبعا ذول إذا تحسبوهم 8 ب8، هذا 0 هذا هنا يا الله. هذا هنا أنا راح يكون عندي 4 5، هذا 7 وهذا 6. هذا اللوكيشن طبعا هذا A B C D E F، 6 متغيرات، واضح؟ هذا الام اس بي كله قلت لكم من 5 متغيرات فما فوق، الام اس بي اخذها بحاله الام اس بي للاسفل، حتى ما صراحه حتى ما يعني ما اريد الودكم، ما اريد اضيف شغلات، هي مجرد شكل، انتم بعدين بمرور الزمن راح تقدرون تطلعون اي لوكيشن. هسه انا راح اشوفكم كيف اطلع عنوان اي لوكيشن. هذا 0 هذا 1 هذا 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 و63. أعزائي هسه لو ردت أطلع أي أتأكد من رقم أي واحد، مثلا لو ردت أتأكد، خليني أتأكد من هذا الرقم هل هو 20، أخذ التقاطع ماله، هذا 0 1 0، لاحظوا بيا صف بالصف اللي عنوانه 0 1 0، وبيا عمود بالعمود اللي عنوانه 1 0 0. هسه إذا أجمعهم ذولا، هذا 2 أس 0، هذا 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3، 2 أس 4. أوكي، هذا الاثنين أس 2 4 زائد الاثنين أس 4 هو عبارة عن 16 ويساوي لنا 20. واضح؟ بهالطريقة يعني أنت إذا مثلا نسيت عملية الترقيم، تقدر بسهولة أنت أهم شيء تحفظ هذا الترقيم الفوق، هذا الاندكس المؤشر، حتى تعرف تطلع عنوان الخلية. هذا طبعا يا طريقة، هذا طريقة الأوفرلاي. أوكي. طيب الآن شنو اللي عندي؟ الآن اللي عندي أخذ لكم بطريقة الجراي كود. أوكي، A B C D E F، هذا 0 1 3 2، هذا 4 5 7 6، هذا 0، هذا 1 2 4 5 7 6. انتوا ايضا لاحظون يعني كيف حافظهم وكيف انتقل وكيف، هذه صراحة طريقة يعني، يعني هذه الطرق انت تتعلم، ارجع واقول تتعلم شلون يقرأ الاستاذ، هي هاي الطريقة، من تتعلمها انت راح تكون يعني الموضوع فاهمة. هنا انا احبائي هذا الموقع 0 1 2 3 4، لاحظوا 4 5، هنا الأربعة هذه قريبة على الواحد والاثنين والثلاثة، هنا بالطرف الأربعة 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 اجي بعدها 32 33 34 35 36 37 38 39 واضح، 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 لازم أوقف بال 63 59 60 61 62 وهذه 63. هسه إذا أردت أشيك أي عدد خليني هذا أشيكه صحيح هذا 54 أخذ التقاطع الخاص بي اللي هو هذا وهذا لاحظوا تقاطعهم الخلية تقاطعها هذه 110 وهذه 110 من أجي أحسبهم ذولا 6 هذا قلنا 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2 2 أس 3 2 أس 4 2 أس 5 فعندي 2 أس 5 اللي هي 32 زائد 16 أوكي زائد 6 من أجمعهم ذولا راح يكون عندي 22 و32 ويساوي لي 54 واضح أعزائي؟ هسه ايش اريد انا ايش قلت لكم ما اخذت البليست خليني اخذ استراحه اوكي واكملكم اخذهم بالليس اوكي اخذ لكم بالليس سيجنيفيكانت طيب اعزائي الان حبيت صراحه وانا كنت اشرح لكم بعد يعني كان قلت انه خليني اكمل الحالة بالتروث تيبل اللي هي الحالة الرابعة والخامسة عفوا الحالة لما يكون خمسة انبوتس احنا بالخمسة انبوتس اذا تلاحظون هنا اخذنا حالة الموست سيجنيفيكانت بت بالاسفل يكون اوكي سواء بحالة الاوفرلي او بحالة الميرر الان راح اخذ لكم اياها بطريقة يكون عندنا بطريقة اللي significant bit يعني حتى نكون مغطينهم كلهم ما داعي انه صراحة حتى لا اشعر انه يعني هذه المادة ما مغطيها كلها فحاب انه اغطيها كلها يعني حتى وان كان احنا بالحقيقة نرجع ونقول يعني اعطيكم هذه المادة بهدف يعني اعطيكم كلها اخليكم على الاطلاع لكن هو بالعادة احنا نشرح كل شيء المادة نشرحها بخامتها كل تفاصيلها وبعدين نقول هذا اللي نأكد عليه فالثاني راح اعيد لكم هذا الاوفرلي هنا أنا بهذه الطريقة طريقة هذه الاوفرلي هنا أنا هنا الموست سيجنيفيكانت بت راح يكون اي بي سي عفوا اي بي وهنا يكون سي دي اي اوكي هذا 0 0 0 1 1 1 1 0 هنا 0 0 0 1 2 4 هذا يحتاج نصفه هذا 3 2 راح يكون 4 5 7 6 واضح هذا هنا فقط هو اللي يختلف بالحقيقه انه احنا بالموست والليست بالموست لما يكون الموست للاسفل من نبدا الرقم اذا تلاحظون الرقم وكانما صف بعد الصف يعني 0 1 2 ونستمر من اقصى اليسار لاقصى اليمين اما لما يكون الليست بالاسفل بالحقيقه الرقم من الاعلى للاسفل يعني 0 1 2 هذا كل الفرق لا أكثر ولا أقل كذلك من نجي نستخرج الفانكشن يعني شوية تكون قراءة الفانكشن أصعب لذلك أنا قلت لكم نستعمل الطريقة اللي هي هذه اللي يكون يعني اللي على اليسار مثلا هذه اللي على اليسار تلاحظوها هذه الطريقة على اليسار قلت لكم لأن تكون إنها سهلة تكون لكم أسهل بالقراءة وإيجاد الفانكشن طيب أعزائي هذا راح يكون بالأوفرلي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 طبعا ينتهي بال 31 26 27 28 29 30 وهذا ال 31. ولو ردنا نشيك اي واحد من عندهم خلينا نشيك هذا، هذا صاير بالموقع اللي هو هذا، اذا نحسبهم ذولا ذولا 31، اذا صحيح ترقيمنا. طيب هذا الاوفرلاي. اذا ردنا بالجراي كود، طريقة الجراي كود يعني هذه طبعا هي هذه اوكي الاوفرلاي، وهذه الجراي كود، هذه اللي تشوفوها الجراي كود. خليني الآن أشتغل الجراي كود. أوكي، كم مربع أحتاج؟ طبعاً أحتاج، خلوا بالكم، أحتاج 32 مربع، لأن 2 أس 5 32. هذا 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0. ذولا طبعاً 0 0 0 0 0. هنا راح يكون عندي 4 5 6 وهذه 7. هذا الترقيم أعزائي راح يكون 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. واضح أعزائي؟ 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. اوكي الان نجي الطريقة السكس انبوت. السكس انبوت كل وحدة راح تكون اسفلها. هسه هذه الاوفرلاي نفس الحالة راح يكون عندي بهالشكل، هالشكل، هالشكل ذولا. طبعا دا تشوفون المربعات مدى تجي بالعدل، لان بالحقيقة انا دا اشتغل فري سكتش، يعني بالحقيقة هذا الـ A، هذا الـ B، هذا الـ C، هذا الـ D، هذا الـ E، هذا الـ F. شوف اللي significant bit هذا الـ F، وهذا الـ MSB للأعلى. راح يكون 0 0 1 2 1 3 وهذا 2 4 5 6 وهذا 7. نفس الكلام 0 1 2 3 4 5 6 7. راح يكون الترقيم 0 1 2 3. دا تلاحظون الترقيم يكون عمودي من الأعلى للأسفل. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. أربعة وثلاثين، خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين، ثمانية وثلاثين، تسعة وثلاثين، 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 وتنتهي ب 63. ده تلاحظون انه الترقيم يكون من الاعلى للاسفل من الاعلى للاسفل، في حين بهذه الطريقه اللي قلت لكم نعتمدها افضل يعني اسهل لكم تكون من الاقصى اليسار لاقصى اليمين، نقص اليسار لاقصى اليمين. طيب بقت لي طريقه الجراي، هذه طريقه الجراي كود او ما تعرف بالميرور. اوكي راح ايضا تكون بهالطريقة. اوكي ارجع واقول الخطوط غير مستقيمة لان اني اشتغل بشكل فري سكتش، وطبعا انتو ضروري تهتمون بالخطوط بشكل تناسبها، لان ضروري ايضا تهتمون باجوبتكم، لان الورقة كلش مهمة من يعني الورقة إذا الأستاذ ما شاف الحل بالشكل الصحيح ما راح يعطيك درجة صراحة، وهو حقه يعني لأن هو بالنهاية يريد يقيس درجة فهمك. هذه 4 5 7 6 هذا 0 0 0 1. طبعا أنتو ما نقدر احنا نقارن هذه اللي دا اشتغله اني ويا الورقة بالحقيقة، هذا هنا العمل صراحة كلش متعب. على اي حال هنا راح يكون عندنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 38 39 40 41 42 هذه 41 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 55 57 58 69 61 63 63 إذا أردت أدقق هذا صحيح، هذا العنوان الخاص ب 011 ب 101. لاحظوا الفرق شنو، انه هذا من قريته هذا اللي اقراه ليست، تلاحظون يعني هذا جزء الليست وهذا جزء الموست هنا، يعني العمليه من اكتبهم صراحه مو نفس ما من اكتبهم الطريقه اللي اخذتها قبل شويه، هي الطريقه اللي يعني الموست كل الاسفل، فهذا اللي أقول لكم يا يكون صعوبة يعني هذا، لاحظوا هذا هو بالحقيقة هذا وهذا اللي هنا هو بالحقيقة هذا، في حين احنا من نكتب بالطريقة هذه لاحظوا لما نريد ناخذ مثل هذا اللوكيشن راح العملية سهلة، هذا العدد أجيبه أخليه هنا وهذا أجيبه باللي بعده فيكون 0 0 1، يعني قصدي عملية القراءة تكون أسهل، يعني التقيس لما تكون أرقام أسهل. طبعا هذا العدد راح أطلعه 2 أس 0، هذا 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3، وهذا 2 أس 5،
راح يصير عندي 32 زائد 8 زائد 3 يطلع لي 40، 43 اللي هو هذا فعلا. اذا الترقيم مالي صحيح. انتم دائما تاكدوا ترقمون. هسه اعزائي صار عندكم واضح انه انتم بالنسبه لكارنوف ماب بالمحاضره الجايه من عبدي ان شاء الله بعد ما ارقم الترقيم يكون واضح عندكم. اوكي، نبدي راسا نحل امثله. اتمنى لكم الموفقيه.